معانا سؤال ثالث من يعني أخ كريم بيقول: زوجتي حامل وقد أخبرنا الطبيب بأن الجنين ذكر بإذن الله تعالى، وقررت أنا وزوجتي أن نسميه باسم كريم، فقال لنا بعض الأهل والأصدقاء أن التسمية بهذا الاسم ممنوعة شرعا لأنه من أسماء الله الحسنى، فهل هذا صحيح؟ نرجو منكم بيان الرأي الصحيح في هذا الأمر، وجزاكم الله خيرا، وجزاك أنت كذلك أخي الفاضل. مفهوم أن كلمة لما بنقول بسمي فلان، يعني إيه أنا بسمي؟ التسمية دي يعني أن أنا بتطلق على أنك بتضع الاسم للمسمى عشان تعرف بيه، فأنا المولود الجاي ده لازم أعمل له اسم عشان تعرف بيه الناس ينادوا بيه، ده معنى وضع التسمية لإنسان أو لشيء. ورغب الشرع الشريف في تحسين الأسماء، يعني إن احنا نختار الأسماء الحلوة المعبرة عن معاني جميلة. وروى الإمام أبو داود في سننه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم. ففهمنا من هذا التوجيه هذا المعنى الرائق، والأصل جواز التسمية بأي اسم إلا الأسماء اللي ورد النهي عنها. ومما نهى الشرع عن التسمي به التسمية بكل اسم خاص بالله سبحانه وتعالى، كلفظ الجلالة الله، وكذلك الرحمن والخالق والقدوس، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى ككلمة كملك الملوك. فكل هذه الأسماء مختصة به سبحانه وتعالى لا يجوز التسمية بها بحال. ولكن لله سبحانه وتعالى في أسماء مشتركة يجوز التسمية بها، وقد أطلق الله تعالى على نبيه بعضا من أسمائك عزيز ورؤوف، وقد قرر بعض فقهاء الحنفية جواز التسمية بأسماء الله تعالى المشتركة، فقالوا التسمية بأسماء لله وردت في كتابه العزيز مثل العلي الكبير الرشيد البديع جائز، لأنه من الأسماء المشتركة، ويراد به في حق العبد غير ما يراد به في حق الله سبحانه وتعالى، يعني بينصرف المعنى بما يناسب من أن ده إنسان مخلوق، وما ينصرف إلى الله ينصرف إلى ذات الله بما يناسب ذات الله سبحانه وتعالى. وجرى العمل على كده، يعني جرى عمل المسلمين على التسمية بأسماء الله تعالى التي لا تختص به، مثل كريم اسم مالك، اسم مؤمن، كمان اسم رحيم وغيرها. ولم ينكر عليهم يعني في ذلك أحد ممن يعتد بإنكارهم من أهل العلم. وعلى ذلك تكون التسمية بهذا الاسم وهو كريم جائزة شرعا ولا حرج فيها. وحنترك حضراتكم مع هذا الفاصل.